موسى يا موسى يا ارجع. ايه الصدفة الحلوة دي؟ لا صدفة ولا شيء، انا جاي خصيصا مشان اقابلك. خصيصا ليه؟ بدي احكي معك بموضوع بخصوص إلينا. إلينا خير؟ هون؟ اطلع. لا لا اطلع ورا هذا الباب عطلان. دي شنطة مين دي؟ هي شنطة زبون نسيها ورايح سلمها للشرطة، حطها وعود. خليها هنا؟ لا لا خليها عندك. خلاص بجد يا عصام هتتنقل مصر؟ أخيرا. خلاص يا عزة هتنقل وهجري جري على عمي واتفق معاه على كتب الكتاب والدخلة وكل حاجة. الله، وانت مستعجل على ايه؟ يا سلام بذمتك. بعدين بقى هو عادل وسنية ما جوش ليه؟ ما تتوهش الموضوع، عادل وسنية يجوا وقت ما يجوا. المهم بقى قوليلي، مبسوطة خلاص انك هتبقي حرم الأستاذ عصام؟ ايوه بس بابا مش هيوافق. اشمعنى؟ عشان انا لسه ما خلصتش الجامعة وهو مش هيوافق اتجوز غير ما يبقى معايا شهادة. طب وعشان خاطري برضو مش هيوافق. طيب ولو قلت له اني بحب بنته وما اقدرش على بعدها ولو ثانيه واحده وما ينفعش يعدي عليا يوم خلاص 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 عادل وثانيه جمهم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصر نورت. ميرسي دبلور. وقعدت في مصر قد ايه؟ يعني هنقعد خميس وجمعه ومسافر السبت عشان بابا عنده شغل. بابا يا جدع ما تصدقهاش دي جايه على مال وشها عشان مش قادره تعيش من غيري. يا سلام. وحيد عبد السلام تنكري انك انت دايبه في دباديبي؟ يعني ما انكرش. ايوه كده. انيالك يا عم. انيالي ايه؟ ده انا اخر واحد في الليسته بعديك طبعا وبعد عمرو. وكل ده عشان مش عارف تصارح إلينا في حبك؟ ولا يهمك يا سيدي. ولا يهمني كيف؟ انت مالك متصور هذا الموضوع قديش مخرب حياتي؟ لا متصور. عشان كده يا يورجو انا صرحتها. صرحتها؟ صرحتها بشو؟ صرحتها بحبك يا يورجو. موسى هات الشنطة اللي عندك ورا. هاتها بسرعة. الشنطة دي فيها يا يورجو. هاتها يا موسى. Stop the car and put your hands up. What? I know nothing about the bag. It wasn't his car. It's true. He know nothing about the bag. Nobody asked you. But I... You're with him in this theft, according to Mr. Ikey's report. What? Ikey accused me of theft? He accused the two of you of conspiring to steal his jewels case, which has his name on it. In this report, I have the details of every jewel. الكلب الحقير سرق الشيء اللي أنا مشترك فيها. ما هو اللي رتب العملية هي كلها معي مشان يزيحك من طريقه. خلاص يا يورجو خلاص خلاص. أيكي عملها ولعب بيك عشان يضرب عصفورين بحجر. مزيحنا لو أنت من سكته. عملها النادي اللي عملها. لعبها بمنتهى القذارة. ملهاش حل. طبعا ليها حل. هو حل بسيط جدا. ومادام ليها حل وهو بسيط سايبهم ليه في الورطة اللي هما فيها؟ عشان يتربوا ويعرفوا ان اللي يلعب مع ايكي عمره ما يكسب. ايكي بس هو اللي بيكسب في الاخر. انت احقر انسان شفته في حياتي. حقير يمكن لكن بكسب كل المعارك بتاعي. ايه هو اللي هتكسبه من معركة زي دي؟ انتي. انا؟ ده انا عندي اموت ولا تلمسي شعرة مني بعد النهاردة. موتي بس على بال ما تموتي يكون هم عفنه في السجن. لا انتي طولتي هو ولا هو تالك. ايكي ايه التمن؟ انتي. اوكي لو ده التمن اللي انت طالبه انا هو تحت امرك. تفضل. للدرجة دي؟ قلتلك انا تحت امرك. وده عشان خاطر مين فيهم؟ مش شغلك بقى كده. انت هتتكلم طول الليل ولا هتنفذ اللي اتفقنا عليه وتخلصني؟ هنفذ اتفاقنا بس المرة دي بالشروط بتاعي انا مش زي ما انت فاكرة إلينا. الو مين؟
إيزاك؟ في إيه يا إيزاك بتكلم متأخر قوي كده ليه؟ هايدي أنا عايز أقابلك دلوقتي حالا. دلوقتي؟ أنت عارف الساعة كام؟ مفيش وقت يا هايدي، لازم نتقابل دلوقتي حالا في نفس المكان اللي كان المفروض نتقابل فيه بعد بكرة. قصدك في؟ ما تكمليش يا هايدي، تليفونك مش مضمون. في إيه يا إيزاك؟ المهم تقابليني دلوقتي حالا، حالا يا هايدي. خير يا إيزاك؟ مالك؟ قلقتني عليك. هايدي اسمعني كويس، الموقف متوتر جدا، واضح إن الجنرال بيدبر لي حاجة مش قادر أفهمها. يعني إيه؟ مفيش وقت للتفسير هايدي. أنا بيتهيألي إن الجنرال كشف مساعدتي ليكي وقرر ينتقم مني. ينتقم منك أنت؟ قلتلك اسمعيني كويس، مفيش وقت. احتمال أكون غلطان في كل توقعاتي، احتمال. إنما لو توقعاتي طلعت سليمة يبقى أكيد هيحاولوا يتخلصوا مني. أنا كنت عامل حسابي اليوم زي ده، علشان كده أخدت كل احتياطاتي، علشان أدفعهم الثمن غالي قوي يا هايدي. الحقيقة يا هايدي أنا عملت كل ده علشانك، علشان أحميك أنت منهم لو اتطورت الأمور وحد فيهم فكر يلمس شعرة واحدة منك. اهرب يا إيزاك، اهرب، اوعى تخليهم يحطوا ايدهم عليك. مفيش فايدة من الهروب هايدي، مفيش فايدة. أنا لو هربت أبقى بديهم فرصة إن هم يتهموني بالخيانة ويطلقوا كل جرابهم ورايا. لازم أواجه الموقف هايدي، لازم. بص يا إيزاك، أنت لو جرى لك حاجة أنا مش هسامح نفسي أبدا. بقولك احتمال يكون كل ده مجرد وهم يا هايدي، إنما لو حقيقة وجرى لي حاجة لازم تعرفي انت هتعملي ايه كويس، علشان كده لازم تسمعيني وتفتحي مخك وودانك. اسمعيني كويس يا هايدي. ما انا لازم اعرف ازاي يا خالد. مش وقته بقى يا طلبة، سيب الواد يفرح بشبكة عروسته. ايوه دي غالية قوي، يعني مش اقل من 120 جنيه. 120 جنيه ايه؟ دي ب 150 جنيه. ياه بس تستاهل. ومش عايزين نسأل جابها منين وازاي؟ استلفت تمنها. استلفت؟ يا دي العيبة. استلفت 150 جنيه بحالهم؟ وانا شوية. ومين بقى ان شاء الله اللي سلفك مبلغ زي ده؟ واحد صاحبي. أني صاحبك؟ عنتر. عنتر؟ عنتر بتاع العربية المسروقة؟ ايوه. وده يسلفك مبلغ زي ده ليه؟ وهتسدده ازاي؟ وجاب المبلغ ده منين؟ بعدين بقى دي حاجة بيني وبينه بقى. يعني ايه حاجة بينك وبينه؟ انت خلاص ما حدش عارف يكلمك ولا يحكمك. ويحكمني ليه؟ انا خلاص خلصت ثانوية عامة وبمجموع كبير وكلها شهر واحد وابقى طالب في الكلية الحربية. انت فاهم ان ده يكبرك عليا يا ولد؟ يا جماعة يا جماعة استهدوا بالله، مش كده. لا كده، انا حر بقى وما بقتش صغير، واعمل اللي انا عايزه وبالطريقة اللي تعجبني. يعني لو كان الاستاذ عمرو هو اللي عمل كده كنت هتقولوا له عيب ما يصحش، ولا كنت هتاخدوه في حضنكم وتقولوا له الف مبروك؟ ما تجيبش سيرة عمرو على لسانك، عمرو أحسن منك مليون مرة. لا بقى، أنا اللي أحسن منه 100 مرة، على الأقل أنا هخش كلية الحربية اللي هو فشل إنه يخشها. اخرس! عمرو ما فشلش ولا يمكن يفشل، عمرو راجل. فاهم يعني إيه راجل؟ عمرو مش ممكن يفشل ابدا. ايوه عمرو مش ممكن يفشل. هذا عقاب الربع من عاقبني على خيانتي لك. انا بستاهل كل شيء عم بيصير معي. للاسف يا ارجو، اي كلاب على اضعف وتر فيك قلبك، لغى عقلك وضميرك عشان يتخلص مني ومنك. ماني عارفان كيف عملت هيك، كيف نسيت صداقتك ومودتك. كيف نصيب نصيب يا رجل، حدش عارف الدنيا دي مودي انا فين. يعني انا لما جيت هنا ما كنتش متخيل ان دي نهايتي ابدا. كانت اهدافي اكبر من كده، اكبر من كده بكتير. موسى إلينا. يا كلب يا حقير، بتشتمني وانا جاي اتنازل على البلاغ؟ معقول؟ اه معقول، لان انا هقول هنا انكم خدتوا الشنطه بتاع الفوبيزو اللي هي المجوهرات الفالسو زي ما قلت لكم بالظبط، مش شنطه المجوهرات الحقيقيه زي ما تهيألي. فالسو بقى كده، سوء تفاهم بسيط، وعشان كده انا ما عرفت الحقيقه جيت بسرعه عشان نسحب البلاغ. وش معنى بقى موسى؟ انا اتجوزت عايكي. إلينا، انت كيف عملتي هيك؟ كيف صرتي مرت هادي؟ اخرس!
الست دي دلوقتي بقت مراتي، انا ما اسمحلكش تتكلم معاها ولا مره بعد كده. ليه عملت كده؟ عملت كده ليه؟ اتقتل؟ مش ممكن. مين اللي اتقتل؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ بلغني بالتطورات اول باول. مين اللي اتقتل يا فؤاد؟ مش هتصدق. Apparently it was an act of revenge. Mikhail has been watching him for a while because he considers him the reason of his disability. So we are not suspects? Not at all. But let me tell you, Musa, you have become an officially unwanted person in Athens. Excuse me, but I'm not responsible for Ike's murder. That's right, but the problems only started when you got here. Excuse me, but you don't have the right to... So, what am I supposed to do? Nothing in particular, but who knows what the next problem will be or what consequences it will have. I got you. قرار حكيم يا موسى، وباكد لك انك ما رح تندم عليه نهائيا. اسرائيل يا موسى محتاجه دائما الشباب اللي مثلك. طب بس هتضمن لي مش هشتغل في الكيبوتس؟ موسى شاب ذكي مثلك ما بيروح كيبوتس. اكيد 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 يا موسى، ومشان تتاكد انه نحن واقفين جنبك هي تذكره الباخره، وفيها مبلغ بيخليك تبدأ حياتك من أول وجديد بإسرائيل. يورجو، التلغراف ده عايز أبعته للأستاذ يوسف حزقيان في اسكندرية. من عيوني. هو هذا قريبك يا موسى؟ لا، ده رجل طيب كان بيشجعني دايماً وبيقف جنبي، وطلب مني أبلغه أول ما هاجر إسرائيل. غريبة، التلغراف هذا ما فيه كلمة واحدة عن إسرائيل. هدول كلمتين ورضغطاهم. كنت على حق، أنا في الطريق. ما هو أنت عارف بقى المصريين بعد 67 اللي حصل، لو سمعوا أخبار وكلمة إسرائيل هيتجننوا. والله وحنشتاق لك كتير يا موسى. وأنت كمان يا يورجو، كلكم هتوحشوني. أنت ومدام أنجال. وإيلينا. كلكم يا يورجو. كلكم. موسى، أنت بتحبها لإيلينا؟ مش أكتر ما أنت بتحبها يا يورجو. عندنا في مصر مثل بيقول اللي يحب يبان في عينيه. عندكم؟ وانا من مصر برضو. طيب هي ليش محاسة فيني ابدا مدام حبها مبين بعيوني؟ كل حاجه بتاخد وقتها يا يورجو. عموما انا رح اروح ابعت هذا التلغراف حالا، بعدين رح اروح اجيب ايلينا. تجيبها؟ تجيبها منين؟ خير يا فؤاد، طلعتني ليه؟ عمرو بعت برقيه من اتينا للاستاذ يوسف في شركه التامين في اسكندريه. طب وده معناه ايه؟ ده الإجراء اللي كنا متفقين عليه عشان يبلغني إنه هيهاجر إسرائيل. معقولة؟ أظن إجراء بسيط ومنطقي ومحدش يشك فيه لحظة واحدة، خصوصا إن يوسف طلب منه يبلغه أول ما يقرر الهجرة لإسرائيل. وده هيسهل علينا إن أي تلغراف أو جواب يوصل ليوسف يعدي علينا إحنا الأول. بالظبط يا حسن. دلوقتي بقى نقدر نقول إن المرحلة التانية من العملية مرت بنجاح، وباقي أخطر مرحلة إسرائيل. حقيقي هتوحشنا كريم موسى، أنا كان نفسي أجي معاك المينا عشان أودعك. لا خالتي، ده مش وداع، ده سلام بس. موسى وعدني إنه حيرجع تاني. مش كده موسى، أنت حترجع تاني صح؟ أحاول يا إلينا، أحاول. كل الأحوال طمني عليك دائما. أكيد هيحصل. رح أتأخر، خلينا نمشي. طب أقول لكم مع السلامة أنا. مع السلامة كريم موسى، مع السلامة. هتوحشيني، هتوحشيني بجد. موسى انت هتوحشني قوي. وانت كمان يا لينا، خلي بالك من نفسك. انا مش عارفة هعمل ايه من غيرك. هتعملي كتير. انت ارملة ايكي ورستي كل فلوسه، تقدري تعملي مشاريع كتير. خلي بالك منها يا يورجو. من غير ما تقول، يلا خلينا نمشي، تأخرنا كتير. يلا. طب اجي معاكم المينا ممكن؟ بلاش يا لينا، انا ما بحبش لحظات الوداع. حتى دي هتحرمني منها موسى. عشان خاطري. يلا يا رجل. يلا. Thank you.
عليا من ايه يا حبيبتي؟ انا قدامي قصاص سليم اهو. معرفش بس التدريبات اللي بتعملها دي عنيفه قوي. هتخافي عليا من تدريبات الحواجز؟ بصراحه بقلق عليك من كل حاجه. امال هتعملي ايه لما اتخرج واتجنن واروح الجبهه ويحصل حرب؟ خلاص انا هموت من الرعب. بعد شر عليك ان شاء الله. ان شاء الله عدوينا كل بيكره. بتحبيني يا مها؟ لسه بتسأل يا عم؟ مش بسأل بس عايز اسمعها. بحبك. قولي يا مرة كمان. بحبك وبخاف عليك. ما تخافيش يا مها. طول ما قلبك معايا مش هيحصل لي حاجة وحشة أبدا. اللهم انصر بلدي وأيدها. سدد خطوتها وخد ايدها يا رب اجعلنا نحقق كل خيال اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا المستقبل خليه النور قدامنا زكراف. ايوه اتعزف اتهمس فضول العربيه لغتك الاولى مش كده؟ والفرنساوي كمان. وليه مش الانجليزي؟ عشان اتربيت في المغرب. لكن مكتوب عندي انك من مصر. الموضوع ده ليه قصه طويله. عارفها؟ عارفها. دي اول حاجه لازم تتعلمها هنا موشي. قبل ما تحط رجلك في اسرائيل بنكون عارفين عنك كل حاجه، لان مفيش اي حاجه بتستخبى عننا. في البدايه هيحاولوا يبهروك، هيتعاملوا معاك كانهم عارفين عنك كل شيء. في نفس الوقت اللي ما يعرفوش عنك غير اللي جمعوه تحرياتهم، التحريات اللي كلمينا ايه طويله فيها. طب وفي الحاله دي اعمل ايه؟ ولا حاجه، تصرف بشكل طبيعي بانفعالات بسيطة. المهم ما تنساش حقيقة مهمة قوي. ايه هي؟ انك موسى زكي رافع. مظبوط، كل اللي قلته مطابق فعلا اللي عندنا. واضح ان في توصية خاصة عشانك من الوكالة اليهودية في أتينا. يعني كده خلاص؟ قولي موشي، انت سبت مصر من امتى؟ حوالي 3 شهور. وإيه آخر حاجة لاحظتها هناك؟ عن إيه؟ عن كل حاجة، عن الناس، عن النظام، عن الحالة المعنوية للناس، حتى عن توفر المواد التموينية. كل حاجة مشي، كل حاجة. قول لهم الحقيقة كلها، ما تخبيش عنهم حاجة. ده في الغالب بيكون اختبار لازم تنجح فيه يا موسى، لازم. أحكي لك كل حاجة. امرك جنرال. ايه علاقتك يا ايزاك بهايدي؟ سيادتك امرتني اني اكل. سمعتني ولا لا؟ بقول لك ايه علاقتك بهايدي؟ ايه اللي حصل جنرال؟ جاوب على سؤالي. علاقة حب جنرال. ده اللي توقعته. اقسم لك يا جنرال ان انا عمري حب خلك تخون عملك. تخوني انا. جنرال. ما تحاولش تدافع عن نفسك. إن جماعة التحريات ومعايا الأدلة الكافية. أنت اللي كنت مسؤول عن أمن الفيلا لما كانت هايدي بتهرب مقالاتها. أنت! أنت اللي كنت بتودي المقالات للجريدة الحقيرة دي. أنت إيزاك. أنت اللي كنت بتنقل أسرار سنة هايدي. رغم انك عارف ده معناه ايه. جنرال انا عمري ما تحاولش انك تدافع عن نفسك. هتحولني لمحاكمة جنرال؟ لا يا ايزاك، محاكمة يعني خطأ وتقصير وفضيحة. لا يا ايزاك، انا عندي حل تاني.
شكرا مشي. في الواقع انك تعاونت معانا بشكل ممتاز. الاوراق اللي عندي بتقول ان في وظيفه منتظراك في دار شوشانه للنشر. يا ريت. واضح ان في توصيه خاصه جدا عشانك، انك مش هتبتدي حياتك في كيبوردز زي الباقيين. ده من حسن حظي. قدامك 48 ساعه تدبر فيها امورك، تستلم فيها شغلك، ولازم تعرفنا المكان اللي انت هتقيم فيه. انا معايا عنوان كان يقول الكابتن صدوق عشان الاقامه. عظيم. المهم انك تبلغنا باي مكان تروح فيه قبل ما تسيب العنوان ده. مفهوم؟ مفهوم. اتفضل. اسمه ايه ده؟ موشيه رافي. موشيه رافي. استنى عندك. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. أنت مش قلتولي إن كل أوراقي سليمة؟ هتستلم شغلك إمتى؟ لو ينفع أستلمه بكرة هستلمه بكرة. لا. يعني إيه؟ يعني أول ما تستقر تسافر فورا على تل أبيب. تقابل صاحب الكارت ده في العنوان اللي مكتوب عليه. اسأل عن جاكوب أهرون. مفهوم؟ كده خلاص؟ لا. لسه حاجة واحدة. ودلوقتي هتحلفوا قسم الولاء لدولة إسرائيل. هتحلفوا إن ولاءكم الوحيد لإسرائيل ونظام إسرائيل وطموحات إسرائيل وأهداف إسرائيل. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بال... والله برافو عليك يا حليم. من يوم النكسة وهو ما بيبتديش أي حفلة إلا بالحتة دي. بقت لازمة. جبرت مونة؟ مونة بس. أنت مين؟ موسى. موسى رافع. من طرف. عارفة. صدوق. ادخل. الحقيقة أنا دخت لحد ما لقيت العنوان. هتدفع 150 شيكل في الشهر. نصهم مقدم. هتخدم نفسك بنفسك. أنا مش خدامة، مفهوم؟ مفهوم. مفيش أكل في الأوضة. إلا لو اشتريت الأكل من عندي. الوجبة بخمسة شيكل. من غير لحوم عشان الكوليسترول. مفهوم. المقدم هتاخد الباقي بعدين. حل مش حل، دي مش شغلتي. انا ما قلتلكش تروح تعمل فيها ابو علي وتشتري شبكه لخطيبتك. انا لقيتك مزنوق قلت اعمل معاك واجب واديتك الفلوس، ودلوقتي بقى انا عايز فلوسي وعلى داير مليم. منين يا عنتر؟ انت عارف انا لا اقدر اطلب من ابويا ولا من الحاج شكري اي مليم احمر بعد الخساره اللي خسروها في الوكاله بتاعت اسكندريه. ده انا حتى ابويا محرج عليا قعدت بالمحل بعد ما رفضوا دخلوني الحربيه. وانت يعني ما لقيتش غير الحربيه دي؟ انت بالذات ما تتكلمش في الموضوع ده خالص. انت عارف ان انت السبب في انهم ما يقبلونيش. انا رفعت راسي يا ابن اللواء. بقى انا عنتر الغلبان اللي كنتوا بتدخلوه معاكم النادي شفا، امنعك انت ابن اللواء من دخول الحربيه. قولوا الموضوع الزفت بتاع سرقه العربيه ده كانوا قبلوني، فاكره ولا نسيته؟ انا افتكر ايه ولا ايه بقى؟ انا كل اللي انا فاكره الفلوس اللي سيادتك مديون بيها ليا، واللي هفضحك بيها فضحت القطط لو ما رجعتها ليش الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي؟ مستحيل طبعا. مستحيل مش مستحيل، يا الفلوس يا الفضيحه. ماشي يا ابن اللواء. مش قادرة أقدم رفيف، مش قادرة سانتي. أنا خلاص الأحوال هنا بقت صعبة قوي، وأنا أعصابي ما بقتش متحملة.
انا خلاص ناويه ابيع البار بتاعي وارجع اعيش في نابولي. للدرجه دي رولا؟ انا الحقيقه شايفه البار ناجح جدا وكل المشاهير ده اللي قريب من زباينه، ازاي تسيبيه وترجعي تعيشي في نابولي؟ انت عايزه تسيبي اسرائيل بعد ما كبرت وتوسعت بالشكل ده؟ كبرت وتوسعت اه، لكن لسه الاحوال فيها مضطربه متوتره، وجنرالاتها خلاص كبروا وبقوا نجوم واصحاب سلطه ونفوذ. طب وده مضايقك في ايه؟ لان باري بقى ملعب ليهم، كل صفقاتهم النظيفه واللي من تحت لتحت بيعملوها هنا برضه. ايوه بس ده بيكسبك كتير يا رانا. وبيعرفني كتير، وفي يوم من الايام الناس دي مش هتسيب اي حد يعرف عنها اي حاجه، وساعتها رولا المسكينه هتعمل ايه لو حبت تتكلم قدام الناس دي؟ تفتكر هيسكتوها ازاي؟ رولا تفتكري لو روحتي نابولي هتبعدي عنه؟ نابولي دي هتكون اول محطه، وبعد كده هاخد القرشين اللي هبيع بيهم البار واروح بلد تانيه محدش يعرف يجيبني منها ابدا. مكبره الموضوع قوي رولا. انا كمان شايفه كده. صدقوني انتوا مش حاسين باللي بيحصل تحت سطح اسرائيل. عايزين نصيحتي، اعملوا زيي، اهربوا. يعني ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ طب اعمل ايه يا سامي؟ انا كنت خلاص على اخر دقيقه كنت هتنقل اسكندريه، لولا الراجل مدير الاداره حط اسمي بنخته بدل اسمي، ده حتى عصمع. انا ماليش دعوه بعصام ولا بغيره، انا مش ممكن اسيب اسكندريه، اروح اعيش في بني سويف بقى بعد اسكندريه والهوا والبحر؟ بني سويف مره واحده؟ مالها بني سويف؟ دي بني سويف دي حلوه خالص، حلوه جدا، بس انت لو تفكري. لا ما بفكرش. انا مش هسيب اسكندريه، مش هسيب اسكندريه. ثانيا انت ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي انك كنت وعدني بحاجه وخليت بيا، يعني خدعتني. انا خدعتك؟ ايه الكلام ده؟ وانا كنت اعرف يعني اللي هيحصل ده؟ بابا كان شارد عليك من الاول ان انا هعيش في اسكندريه وانت وافقت. وخلاص الظروف اتغيرت. يبقى الاتفاق كمان اتغير. بحبك يا هايدي، بحبك. وانا كمان بحبك يا ايزاك. دلوقتي بس اتأكدت اني بحبك قوي. هقولها لك اول ما تيجي، المرة دي هقولها لك. مش هيجي. انت امال فين ايزاك؟ قلت لك يا مازال هايدي مش هيجي. مدام رولا، مدام اقعدي. مدام رولا والبار في الحقيقة انه اتباع من اول امبارح وبقاله مالك جديد. انت عايز مني ايه يا حنين؟ وقصدك ايه ان ايزاك مش هيجي؟ حقيقة ما عنديش صلاحية ان انا اجاوبك على السؤال ده. امال اسأل مين؟ فين ايزاك جنرال؟ اخر حاجة كنت اتوقعها ان بنتي ودراعي اليمين يخونوني يتأمروا عليا. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ والسخيف لما فقدت ثقه بنتي الوحيده واديتها لايزاك المساعد بتاعي، ما كنتش متصور ابدا انه هيبقى شوكه في ظهري. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ شنرال ثمنه غالي، غالي قوي. برافو جنرال، برافو قوي. مذبحة جديدة نفذتها بمنتهى المهارة والوحشية، مذبحة جديدة تضيفها لتاريخك الطويل، بس للأسف مفيش حد شافها أو هيعرفها عشان يديك وسام قذر جديد. اتجننت يا بنت؟ أنا فعلا اتجننت. جننت لما تصورت ان ممكن الشفقة تدخل في قلب معرفش غير النار والدم طول عمره. جننت لما فكرت ان اهدك او اريحك ولو للحظة واحدة. دي مش مسألة شخصية، ده شغل. لا يمكن اسمح بوجود ثغرة في جدار الامن. ثغرة ايه وامن ايه؟ كل حاجة بالنسبة لك شغل شغل، حتى حياتي الشخصية ومشاعري شغل. ده شيء غير محتمل جنرال، غير محتمل خالص. استنى عندك يا بنت. هستنى ايه تاني؟ قولي. بحب
بحبك يا هايدي، بحبك.